إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج والذي هو بعنوان هذا تأويل رؤياي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به الإسلام ويعز به المسلمين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الأحبة الكرام، برنامج تأويل الرؤى ليس بدعة من الأمر، وليس هو أمر حادث، بل ربنا تبارك وتعالى أصل هذا العلم، ونحن نسميه بالعلم، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نسميه علم أصله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أيما تأصيل، وليس بعد كلام الله تبارك وتعالى كلام. قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حديثا. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام أصل هذا العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقص الرؤيا إلا على عالم، إلى آخر الحديث. فأقول مثل هذه البرامج المباركة الطيبة يحتاجها كثير من الناس في عصرنا هذا، ولا سيما نحن في زمن أيها الأحبة الكرام، إن صح التعبير، زمن منفتح بعضه على بعض، فالقريب يرى البعيد والبعيد يرى القريب في بضعة ثوان، والناس لا يزالون منذ أن خلق الله تبارك وتعالى خلقه إلى أن يرث الأرض ومن عليها يرون ويرون أحلاما ورؤى وأضغاث أحلام في منامهم. ولهذا ربنا تبارك وتعالى من حكمته البالغة جعل لهذه الرؤى نبيا مرسل، وعلمه وفهمه وجعله آية للعالمين، وهو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. علمه تبارك وتعالى تعليما وفهمه تفهيما حتى كان آية في التعبير، بل جعلها الله تبارك وتعالى معجزة خالدة ليوسف عليه الصلاة والسلام. فنقول قبل أن إن شاء الله نتكلم ونؤصل هذا العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لابد لنا أن نذكر بعض الأصول والآداب والقواعد في هذا الباب إن شاء الله، على مر حلقات قادمة بحول الله تبارك وتعالى.